السلام عليكم ورحمة الله. هذه التدوينة عبارة عن خواطر أريد أن أفتح فيها قلبي لكم في قضية ظلم المرأة. لا أتحدث هنا عن النسوية ولا عن الذكورية، ولا أريد أن أفصل في موضوع الجدل الأيديولوجي بين الطرفين. أريد أن أتحدث عن مشاهدات وعن قصص نسمعها وعن ظاهرة اجتماعية لا يمكن إنكارها. هذا الموضوع كان في ذهني من زمان، لكن الآن جرائم جديدة حرضتني على فتح هذه السيرة معكم، وهما جريمتان. الأولى رجل أحرق زوجته في الأردن أمام أطفالها، وآخر قتل أخته في الحسكة في سوريا. بغض النظر عن الحيثيات والملابسات والأسباب، هذه الجرائم تقع في كل بلد وفي كل مكان وفي كل زمان، وأحيانا أيضا يكون الضحية هو الرجل. هذا لا يمكن لأحد أن ينكره، لكن أيضا في الوقت نفسه لا يمكن أن ننكر أن المرأة هي الطرف الأضعف عندما تكون هناك مشكلة بين الجنسين، وأنه لما تغيب التقوى والأمانة والذمة والضمير فالنتيجة قد تكون مأساوية. حتى لو لم تصل إلى القتل، فهناك جرائم يومية لا نسمع بها ولا تصل إلى الشرطة ولا إلى القضاء ولا وسائل الإعلام ولا مواقع التواصل الاجتماعي، من ضرب وإهانات وإذلال واغتصاب، يتحدثون عن اغتصاب المحارم أيضا وعن غصب الميراث وجرائم كثيرة لا يمكن أن ننكرها. لذلك نحن مطالبون دائما بأن نظل نذكر أنفسنا، نذكر الرجل تحديدا الذي هو قادر على أن يظلم وعلى أن يضرب وأن يغتصب ويغصب الحقوق فقط لأنه الطرف الأقوى. أنا تحدثت أكثر من مرة أني لست مستشارا ولا قاضيا ولا محاميا ولا مختص بالتربية، لكن مع ذلك بعض الإخوة والأخوات يثقون بي ويرسلون لي بعض القصص، يأخذون رأيي في بعض الأمور. من القصص التي وصلتني من إحدى الأخوات تحدثني عن عائلتها المحافظة وعن زوجها المتدين جدا، والذي كما تقول شك في سلوكها فاشتكاها إلى أهلها، فشاركوا جميعا في حفلة لضربها حتى نزل منها الدم. وهي ليست مراهقة، هي أم ولديها أطفال ولديها مركزها في المجتمع ومتعلمة ومتدينة كما يفترض. والمشكلة أنه بغض النظر عن أي أمر آخر أنهم عاجلوا إلى ضربها قبل أن يتحققوا ويتثبتوا. وهي تقول أنه بنفس الوقت الذي كانوا يضربوها فيه بعد أقل من ساعة جاء الدليل تلقائيا، واكتشفوا أنها كانت على حق وأنهم على باطل وأنهم أدموها بظلم. هذه قصة ربما تتكرر مئات المرات، وربما لا أحد يسمعني الآن إلا وسمع ولو على الأقل قصة واحدة مشابهة في عائلته، في جيرانه، في محيطه. مصيبة أخرى وهي أيضا غصب حقوق المرأة. أحد أصدقائي أيضا هو خطيب وإمام مسجد قال لي، وهو كان مقيم في المدينة، أنه عين للخطابة والإمامة في إحدى القرى في دولة عربية ما، فلما ذهب إليهم احتفوا به ورحبوا به، ثم بعد الترحيب قالوا له لو سمحت يا شيخ نحن مستعدون لأن نسمع منك كل شيء وكل كلامك على العين والرأس، إلا قضية واحدة لو سمحت يعني لا تفتحها معنا ولا تعلنها على المنابر. ما هي؟ قضية العدالة في الميراث، قضية أنه نحن نريد ونصر على أن نغتصب حق الأخت عندما تكون لها حقوق في الميراث. يعني تخيل إلى أين؟ هم يعرفون أن هذا حرام، ويعرفون أنه يحق للإمام ولا الخطيب بل من واجبه أن يذكرهم لأن هذا حرام وهذا ظلم، ومع ذلك نحن مصرين على أن لا نسمع، بل لا نريد منك أن تحرجنا أيضا أمام المجتمع، وحتى لا تعرف نساءنا أنك تحدثت مثلا في المسجد عن هذا الموضوع. تخيل إلى أين؟ طبعا هذه المشكلة موجودة ربما في كل العالم العربي، وهذا القضية دائما تبرر بفكرة عامة عجيبة، هي أن المرأة ليست منفقة فما يحق لها أن يكون لها أي مال. بمعنى أن أختي أنا إذا متزوجة من رجل آخر، الزوج هذا اللي هو صهري هو المعين لها وهو الذي يغطي كل نفقاتها، فزوجها سيأخذ هذا المال. يعني هو الظلم هنا مركب، إما أن أغتصب حقها أنا كأخت أو يغتصب هو حقها كزوج، فمن الطرفين يعني لازم يكون في ظلم. ونحن نقول الله الذي أعطى هذا الحق وقال للذكر مثل حظ الأنثيين، أعطاها نصف حقها كأخ لأنك أنت منفق ومعين، وهي لها حق من أبيها، هذا مال أبوها، يعني أنت مالك ومالها، هي تأخذ هذا المال وما في أحد له الحق بأن ينفق منه إلا هي. هي تضعه في بيتها، تنفقه على أولادها، على نفسها، هي حرة حتى لو لها معين، وحتى لو أنت كأخ محتاج أكثر منها. من نحن حتى نتدخل في هذا الشرع؟ يعني أنا أتخيل ما في أحد من هؤلاء إلا لو سألت هل تستحل لنفسك أن تسرق ولو بيضة من مال حرام سيقول لا طبعا، الموضوع مرفوض وغير وارد. لكن يسرق ربما نصف المنزل الذي يتوارثه مع أخته، ما عنده مشكلة، ربما يكون لها ملايين الدولارات ولا يجد أي غضاضة ولا أي مانع نفسي فإن يأخذها ويبلعها ولا كأنه في أخت له،
والمصيبة هنا أنه ليس مجرد أكل مال حرام وأطعام أولاده وزوجته منه، لكن أيضا هو قطع للأرحام وظلم لأخته. ولو لم تكن هذه الأخت هي أنثى ومستضعفة وضعيفة ما كان هذا سيحدث. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خص الرجال بالوصية: استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء. لماذا لم يوصي المرأة بهذه الوصية؟ من أوصاها طبعا بالطاعة وبأمور أخرى كحقوق للرجل، لكن هذه الوصية بهذه الصيغة للرجل، لأنه هو الأقدر على الظلم، هو الأقوى بدنيا، هو الأكثر قدرة على التحكم، وهو أيضا الأكثر ضبطا لنفسه ومشاعره وكظما لغيظه. وحتى موضوع الضرب محرم إلا بحالات جدا جدا ضيقة ومحددة ومقيدة، وقبلها ظروف قد لا تحدث أصلا، بمعنى أن الضرب يكاد يكون مستحيلا ولا يكون مبرحا. فلا أدري إحنا كيف نستبيح هذا الأمر، كيف يعني موضوع الضرب وإلى حد الإدماء كيف يصبح شيء عادي جدا، لا أقول هنا القتل نفسه. لذلك الآن لما تنتشر النسوية، الفكر العلماني المستورد القائم على التمركز حول الأنثى وعلى جعل المرأة أهم من الرجل وليس مساوية له فقط، وحتى على تحميل المرأة فوق طاقتها من باب استقلاليتها، ولكن إلى درجة أنه يجب أن تنافس وتناطح الرجال في كل مكان حتى تكلف بما لا تطيقه، هذا كله بدأ يستورد من مدخل لا يمكن أن ننكر، وهي أنها مظلومة ومقهورة. وهذا القهر موجود في كل العالم كما قلنا، لأن المرأة في كل مكان هي أضعف من الرجل. بالمناسبة العنف الأسري في الغرب يكاد لا يختلف إحصائيا عن أي مكان في العالم. وابحثوا إن شئتم، خاصة الآن في زمن كورونا لما الرجال أجبروا على العمل في البيت وعلى عدم الخروج منه في بعض الأماكن وفي بعض الأوقات، ففي كل مكان الإحصائيات صارت مضاعفة، ضرب الأطفال والنساء وحتى ضرب الزوجة ربما لزوجها في بعض الأماكن، وزادت حالات الطلاق والناس مش طايقة بعضها يعني. لكن الأصل طبعا هو أن الرجل هو الأقدر دائما وهو الأكثر قدرة على تنفيذ حتى الجرائم والعياذ بالله. في المقابل ولما تنتشر هذه الأفكار المستوردة وغير السليمة لا إنسانيا ولا أخلاقيا ولا دينيا، من الطبيعي أيضا أن يزداد ما نسميه بالذكورية، وهذا مصطلح أصلا خاطئ يعني، ويزداد ظلم المرأة لدى البعض ويزداد التشدد من قبل بعض الذكور بين قوسين. طبعا مصطلح الذكورية أصلا مشكلة، لأنه المجتمعات كلها أصلا على مر التاريخ هي مجتمعات ذكورية، إلا طبعا لو أجبرنا المرأة وغصبا عنها يعني وليس بإرادتها على أنه تمسك المجتمع 50%، نوزع على الأقل يعني 50% بين الجنسين في المناصب السياسية والمجالات الاقتصادية والتعليمية وكل شيء. وهذا لا يحدث إلا لو طبعا يعني تغاضينا عن فكرة أنه المرأة أصلا جسدها مرتبط فيه عضويا قضية التكاثر والحمل والولادة، مش فقط هي أضعف عضليا ولكن هي مرتبطة جذريا بقضية التناسل والتكاثر وكل ما يتبع ذلك أيضا من رحمة وحنان وأمومة وإلى آخره. هذا لا يعني أن هي عاجزة أو فاشلة عن قيادة أو إمساك بهذه الأمور، لكن لا يمكن أبدا أنك تحكم على النساء كلهم بأنه يجب أن يشغلوا المناصب حتى نقسمها بالتوازي وبالتساوي. الآن حتى لا ندخل أو لا نستمر في هذا الجدل بين الطرفين، أتمنى نحن كمسلمين حديثنا الآن ضمن إطار الإسلام وتحت مظلة الشريعة، أنه يجب على المرأة المسلمة الواعية المثقفة اللي عندها حد أدنى من الشريعة كما يفترض، هي التي يجب أن تقاوم الفكر النسوي المستورد اللي ما له علاقة بالإسلام وليس الرجل، مع أننا نفعل ذلك مضطرين لأنه يجب أن نسد هذه الثغرة. لأنه نحن لما الرجال نتحدث عن هذا الموضوع ونقاوم النسوية دائما بيأتي الطرف الآخر، كثير من النساء المظلومات اللي ما لهم علاقة بالنسوية ومش فاهمين إيش الموضوع، وفورا يفتحوا لك مجال انه احنا مظلومات والى اخر هذا الجدل ولا نصل الى شيء. وفي المقابل الذي يجب ان يتحدث عن اضطهاد المراه ويقوم بواجب التوعيه للرجال بانه المراه لها حق عليكم وانه فعلا في عنف وفي ظلم ممنهج، يجب ان يقوم بهذا الدور نحن ايضا الدعاء الرجال وليس المراه، لانه لما ايضا هي تتحدث عن هذا الموضوع فورا للاسف كثير منهن يتهمن بانهن نسويات. ولانه ايضا في كثير من هذا الخلط يعني بعضهن فعلا هم بيحكم من باب او من منطلق الحديث عن الحقوق، لكن يحدث هذا التداخل وتكون ثقافتهن ومواردهن الفكرية والثقافية ولو جزئيا فيها شيء من النسوية. والبعض طبعا لا يتورع عن ذلك، وأنا تحدثت كثيرا في صفحتي الشخصية على فيسبوك عن النسويات، من أسميهن النسويات المتأسلمات حتى لا أقول إسلاميات، وبعضهن هن يطلقن على أنفسهن هذا الوصف اللي احنا كنا نعتبره سبة أو يعني هي تهمة لدى بعضهن. ف كمثال يعني إحدى الصفحات الجديدة على الفيسبوك هي نفسها أطلقت على نفسها كصفحة نسويات إسلاميات، ثم بعد يومين أو ثلاثة غيرتها إلى اسم آخر، ربما لما اكتشفت أنه هذه مشكلة. والصفحة نفسها كانت تنشر لنوال السعداوي ثم بدأت تحذف هذه المقتطفات حتى تبقى في ضمن يعني إطار الشريعة ولا تتهم بأنها تنقل عن ملحدات وعن نسويات شيطانيات. وهذه الصفحة وغيرها أيضا من شعارهن حرروها قبل أن تفقدوها،
هنا سؤال، يعني أنتم تطالبون من بتحريرها؟ مصطلح تحرير المرأة أصلا هو إشكالي. قولوا أنصفوها، اعدلوا في حقها، أعطوها ما أعطاه إياها الإسلام، وليس حرروها. حرروها من ماذا؟ مصطلح التحرير هذا لا يطلق إلا من قبل العلماني أو النسوي أو النسوية التي ترى في الدين قيودا ويجب تحريرها منه، ثم قبل أن تفقدوها يعني إيش؟ يعني هذا تبرير ولا تهديد؟ بمعنى أنت يا مظلومة، نؤمن أنها مظلومة، إذا لم تحرري بين قوسين أو تنصفي فسنفقدك، يعني ستذهبين للإلحاد مثلا أو إلى تهاجرين إلى عالم آخر، ولا إيش المطلوب؟ ليس هذا هو الخطاب الطبيعي ولا الأخلاقي ولا الشرعي. أكتفي الآن بهذا القدر، هذا مجرد خواطر. قضية النسوية ممكن نتحدث عنها بتفصيل أكثر وبتفصيل من الجانب الفلسفي والفكري تحديدا، لأنها ليست قضية حقوقية نهائيا، وليست حركة لها علاقة فقط بحقوق المرأة وإنكار الظلم والذكورية بين قوسين، هي من الأصل حركة لها جانب حقوقي، ولكن وصلت لأنه مرتبطة في البداية بجانب العلماني الإلحادي، فوصلت إلى ما نعرفه الآن من تمركز حول الأنثى وإلى درجة متطرفة لدى الكثيرين وحتى لدى من يدعي الإسلام منهم. شكرا لاستماعكم واستماعكن، وأرجو أن وصيتي قد وصلت وقد أقنعتكم. من يجب أن يرد على النسبيات هم النساء المسلمات، ومن يجب أن يوعي الرجال بضرورة إنصاف المرأة هم الرجال. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.